رحلة من أمريكا لإنجلترا. وعندما قعد الطيارة كان هناك مرة كثير حلوة، بس كانت لئيمة وشايفة حالها بتكبر، عمرها حوالي 50، وقعدة حتى ورا بشعر نفس عمرها ببتسمة ومحبة. كانت هالمرة الحلوة متضايقة كثير من هالوضع، لهيك استدعت المضيفة وقالت له: من الواضح إنه ما عم بتشوف الوضع اللي أنا فيه. قعدتوني حد مرة بشعر، وأنا ما بقبل كون حد شخص مقرف بهالشكل، لازم توفروا لي مقعد بديل. قالت له المضيفة: خدي بالك يا مدام، كل ما قعد بهالرحلة مليانة تقريبا، بس خليني فتش على المقعد الخالي. غابت المضيفة لعدة دقايق ورجعت بعد شوي وقالت له: مدام، مثل ما قلت لك ما لقيت ولا مقعد فاضي. لهيك بلغت الكابتن وقال لي في مقعد واحد خالي بالدرجة الممتازة، درجة رجال الأعمال. وقبل ما تنطق المرة الحلوة هاي الكلمة، كملت المضيفة كلامها وقالت: مش متعودة شركتنا تسمح لراكب من الدرجة العادية إنه يقعد بالدرجة الأولى الممتازة، بس نظرا لهيك الظرف الاستثنائي، ولأنه الكابتن شعر إنه من غير اللايق إنه نرغم حدا يقعد بجنب شخص مش طايقه لهالحد، لهيك قرر. التفت المضيفة على المرأة المشعة وقالت لها: مدام، ملي معروف، ملي شنطتك الهاند باج والحقيبة، لأنه في مقعد بينطرك بالدرجة الأولى الممتازة. بيختلف مقياس البشر عن مقياس الله. البشر بيطلعوا بأعين ناقصة تصنف الناس، بس الله بيطلع للأعماء ويميز نقاء القلب الداخل. بإنا سفر صموئيل الأول: لأن الإنسان ينظر إلى العينين، أما الرب فإنه ينظر إلى القلب. أنا عندي مواهب وأزمات وصلت للي أنا فيه. أنا عندي شكل حلو والكل بيحكي عني. أنا متعلم وذكي رح أوصل لأعلى المراتب. نظرة ربنا مختلفة عن نظرتنا. بيقول لي: يا بني أعطني قلبك. هو اللي قادر يحول من الضعف اللي فينا قوة. هو اللي حط المقتدرين على الكراسي ورفع المتواضعين. نزفة الدم ومريم الخاطئة والسامرية، مين هن؟ مين هن بنظر الناس؟ هودي هن اللي اليوم نضل نذكر اسمه من جيل لجيل. يا يسوع، خلي قلبي مثل قلبك المتواضع. رددوا معي: يا يسوع الوضيع والمتواضع الحنان، يا يسوع الوضيع عطية منك، من لدنك يا أبا الأنوار، مثل ما بيقول لنا الإنجيل يعقوب.